يلا يا خوي مسافر، اليوم يومك. انا مسمين هالجيب خوي مسافر. يا خوي المسافر تكفى 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 تكفى، يا خوي المسافر تكفى 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 تكفى، لا كفو 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 عليك. من فضل رب العالمين وفضل حكوماتنا الرشيده نحمد الله، نمشي عند ابننا مرتاحين امنين مستانسين، من فضل الله وفضله. وحي الله المشاهدين الكرام، متوجهين الى احد ملاك الابل بسويكم تغطيه وناخذ علوم اهل البل، خصوصا بالصيف تعرفون ما فيه تنقلات ولا فيه شديد، بالربيع نصور لكم مع اهل الابل والشديد ونرافقهم في تنقلاتهم، ولكن الصيف كل مقيض كل قريب من الماء. متوجهين الى احد ملاك الابل شرق منطقه القصيم، بنغطي لكم وناخذ علوم اهل البل. هذا طريق مشيح شرق محافظة الأسياح، نزلت مزفلت على هذا الطريق البري، نعدي هلا هالنفود هذا ونزلنا في خبة بإذن الله، نزل على أهل الحلال جرة الويس يا مترد. إيه هي المول خلخان الخامسة من اليمنى. تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانة. هذا المقهو يا الله، هذا صار الإبل يجمع هنا ويسمى المقهور، لذلك يقول الشاعر يا راعي المقهور أنا والله المقهور، ما هو بالحوية اليوم يبغى حليب أمه. هذا أكرع الإبل. مشاهدي الكرام، أنا بدلكم على عمل خير، والدال على الخير كفاعله. شوف ماء وعصير وفطيرة، نجمعها في هذا الكيس. بسم الله، واحد ماء وعصير وفطيرة، شوفوها، نعطيها رع البل، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها حجابا لي ولوالديكم عن النار. تعرفون درجة الحرارة تلامس 50 ما يمنع يا اخوي، وانطلع للبر، انا طالع اطلع للبر باستمرار سواء كان في تغطية ولا في مكشات، خل معك مثل هذه الاشياء اللي يحتاجونها الرعاة مع شدة الحر. اطلع يا حوار من الطريق. يأزر المشي في النفود. الله الله، نحبها لو تصل درجة حرارتها 50، لا أحد يزايد علي في المناظر اللي يصور من أوروبا. وشوف المناظر، شوف 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 شوفوا هالنفود اللي يزينها مثل الذهب نفد وطعوس. اي والله انها تسوي عندي اوروبا كلها. يلا يا خوي المسافر، يلا يا خوي المسافر، اليوم يومك. انا مسمين هالجيب خوي المسافر، تبارك الرحمن. شوف هالخبب، ينزلك من خبه بخبه. الحين بوريكم الخبه، انا طالع من خبه الحين بنزلكم في خبه ثانيه. الخبب هي عباره عن مواقع، سبحان الله العظيم، من كثر ما تبني الرمال المتحركة. أوريكم بس خلني أطلع من هذه، يا رب يا مسهل يا مسهل يا مسهل يا مسهل، يا خوي المسافر تكفى 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 تكفى، يا خوي المسافر تكفى 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 تكفى، لا كفو 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 عليك. وتنزل من خبة في خبة، المنطقة اللي بين المرتفعات الكثبان الرملية تسمى خبة، هذه هي الخبة. شوفوها، نزلنا في خبة الحين، شفتوها، هذه تسمى خبة. والخبة بالعادة يكثر فيها النبت ويكثر فيها أهل الحلال. لطاحت الشمس من سبد السماء للغروب، أضيق وأنا من اللي ما يعبدونها، يزين سودة العيون وزين بيض القلوب، ويشينها كل بوها لانقلب لونها. اطلع للبر يا مال الغنيمة، تمش ومد نظرك وشوف الحلال وشوف أهل الحلال. الله، شوف شوف ما شاء الله تبارك، هالخبة هذه كلها مليانة الحلال مثل ما تشاهدون.
مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية من البادية. وتشرفت قناة المسافر للتغطيات مشاهدي الكرام باللقاء مع مالك الإبل ناصر ابن شافي الدوسري. حياك الله ابو شافي. يا مرحبا ويا مسهلا. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والرضا. يا مرحبا يا مرحبا. ترحيب تلمط. الله يحييك عند اخوانك وفي محلك. يا مرحبا. تسلم يا بعد راسي، تسلم. يا مرحبا. بلا شك انه راعي البل مولع في هواها. ما فيه شك. ولا يمنع منها لا قيض ولا لا شدة برد ولا شدة حر. ما فيه شك. علمنا عن الموقع اللي انتم فيه الان. والله الموقع هذه لا سياح عن هذه منا غرب، والنا في الخبب هذه يسمونها خبه ام شيح. اي الله الله. العريق هذا يسمونه الدقيق، هذا الازام اللي وراه. الله الله. مقيضين بهالمكان. مقيضين بهذا المكان. وبشر عن البيع سام استانسه. ابشرك انها مستانسه وبخير وفي نعمه، وما ايام من شهر 5 الى حال التاريخ ما عطنا حب. تبارك من فضل الله. تبارك من فضل الله. تستاهل الزين يا ابو شافي، علومها المبروك. علومها بشرك طيبه. هذا اول جولته الحشو اللي انت تشوف، وبشرك منتج وطيب نحمد الله. تبارك الرحمن. من فضل الله. وش اصله له انت؟ هذا على بعير بن قريع، على الحاكم. على الحاكم. الله الله. انعم واكرم. الحمد لله. الله يطرح البركه. شكر لله. الله يطرح البركه. شكر لله. سمعت ان عندك سراوات عليها، صلى الله يبارك. الحمد لله، عندنا بشرك وكل عين خير من فضل ربي. وانا ما نبي الا ذا الامر ذا. الله يطرح البركه. هذا اللي احنا نبيه ونتمنى. الله يطرح البركه. الحمد لله. وش انتاجه عندك ما شاء الله؟ انتاجه الحيران هذه. اي تمام. الله الله. الله الرحمن. الله الله. مركز على الانتاج يا ابو شاهد. والله ان شاء الله. الله يطرح. مشيت الله. وهذا هو المهم. مشيت الله. هو لكن الانتاج ان شاء الله. لقيتنا المرة الثانية مع ظهور السحيل. إيه. إن شاء الله خلناها تظهر وجيها. فعلا مشاهدي الكرام، الآن وقت القيض، هل الحلال ما يبون أظهار تصويره، لأنه بالصيف تعرفون متغيرة المباراة والبدنة على الحلال، لكن لا منه زان الجو وزان الربيع وجاء يجي للحلال طربة. نعم. الله نعم. يبيض نعم. وجهك. وجهك. أبو شافي له أنت البعير، وش وصل سومه الله يبارك؟ وصل سومه 4. 4 مليون. الله الله. بارك الرحمن، الله يطرح البركة. هذه يا ابو شافي قلت لي اول انتاج. هذه اول انتاج البكار هذا. اي هذه اول انتاج. هذه وهذيك قعدان عاد هذا الانتاج. هذه عليه ما شاء الله. الله الله. تبارك الرحمن. ابو شافي وش اللي سيم عندك من الحشوان؟ والله سيم الزعدان سيم فيها 2 على 100، والبكار سيم 3 على 100. تبارك الله الله. ناخذ كل جوله مع ابو شافي على البل. ما شاء الله الكريم. تقول لي يا ابو شافي لكم كم شهر ما طعمته؟ والله من شهر 5 ابشرك الى حال التاريخ ما اعطيناها حبه من فضل الله. تبارك الرحمن. شكر لله. ومن باعكم هالسنه وين؟ ما تعدينا من المظهور وجاي على هالخبوب. ما تعدينا وابرك اول ما به لزمونا العرب يوم وقت الضراب وجعل في الامر خيره. وربعنا بشرك محنا وعينا خير من فضل الله. سبحان شكر لله. ابو شافي لبيك. الله يلبيك ويطولنا بعمرك ويطول مهاليك. طول عمرك. ابي سلمك الله شعورك راع البن. لا شفتها معشي تسلمك الله في مثل هالارض الطيبه. عطنا شعورك وانطباعك. انطباعي لا شفتها في محل زين يصلح لي هذاك منوتي. لا من شفت لها مستانسة وفي موقع زين. الله. هذا اللي أنا بيه وأتمنى. الله أكبر. من فضل رب العالمين وفضل حكومتنا الرشيدة نحمد الله نمشي عند ابننا مرتاحين آمنين مستانسين من فضل الله وفضله ومشكورين يا أهل القناة. الله. اللي تجون يا أهل البل وتأخذون معنا لقاء ونستانس حنا وياكم وتعرفون وش علومنا ونأخذ علومكم. وهذا واجب. ومرحبا. الله. إي والله واجب للطيب اللي مثلكم. تبارك الرحمن. علوم هالقعود يا ابو والله شافي. القعود هذا رماني. اي على بير الكلبي وصوله طيبه والبير طيب. وش سنه هالحين؟ لقي ان شاء الله هالسنه الجايه يضرب ان شاء الله. والطيب لا تستغرب من هذا الطيب بعد الجوله عند البل. اليوم في مجلس ابو شافي انتقاه والله يكثر خيره وخير من يسمع، ومعنا فهيد ابن مذهب.
ابن مذهل الدوسري. حيا الله ابو محمد. الله يبجيك وطول عمرك. وشلون ابن عساه مستانسه؟ ابشرك ابن مصيفه ومقيضه، ربعت وصيفت وقيضه، الحمد لله على فضل. شكرا لك. ايه والبن الاستانسه تستانس راعيها. ما في كلام. استانسه استانس راعيها، ما في كلام. طيب نبي نسال من اليمين طبعا، نبي نسال ابو شافي، ايهما انفع للحلال؟ نبت الربيع ولا نبت الصيف؟ لا نبت الربيع انفع واطول. الصيف يسمونه المنهزم عجل، ولا نبات الربيع طويل وهو اللي ينفع البن، لكن لمنها صيفت مصيافها زين عقب الربيع زين شالت الشحن وعجبتك. كثر خيرهم يا رب العالمين. ابو محمد مشاهدي الكرام قال لنا سالفه قبل التصوير يعني خلف الكواليس، وش قصه البير له انت؟ يا محولك عمك. ايه البير طال عمرك انا واردين على ماء. سلم. على عد ماء. ومن اول يقدمون على ايديهم من من البير دلو دلو. انشاء حبل يبقى لنا الماء مشروب شاربينه العرب قدامنا وقايدين منه. ولا ما يجيب من الدلو. دعاني حياة عمي الله يغفر له والديه قال تعالي ابوك تعال تعال. تعال عطنا الماء ابوك حول عطنا الماء. قلت والله ما اجيك. يا ما شاء الله. انت تدري اللي بينزلك في البير؟ لا انا ما دريت. هي. قال تعال تعال جمع لي الدلو جمع لي الدلو جمع لي الدلو. يوم جيت اطعمك وين تاشني. وهو يسوقني بمخمس ما هو قدني من يا قاعده في جنات النعيم. امين امين. شفت؟ انا اللي خلتك تصحي. اسلم. يوم ساقني بمخمس وانا خدم خلاص. وهو يحط الدلو ويلويه مني على حقه ويحطه من بين رجلي ويحط الرشاء وياخذ عمامتي وهو يطويها ويحطها برقبتي ويحزمها ويحزمها في الرشاء. قال تجود تجود. ويخرطني في البير. إيي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 
اللي نزلت في البير المغرب مع المغرب مع المغرب يقو قلبك يا آدمي. مجبور قل مجبور اجباري ما في يوم حولت امره اني توترت وسخاتي شوي وانا كان ابسي وحالته مبارك الله اقوم ينخاني ويزهمني هون ابوك انا بدا انا وين اي الحين بدا يشجعك بدا يشجعني الله الله وقم غارف لها طعامك لين ما ظهرت الا بعد العشاء. طيب انا وهالشباب اللي على ايسر التصوير ما لحزنا سلمكم الله الزمن الشديد اللي لحزتوه انتم، انا ماني بتسبركم انتم شباب بسم الله عليكم، ولكن لحزتوا شديد في زمن الاولين وقبل وسائل الانعم الان اللي ينعمون بها اهل الباديه الغرف المتنقله الحمد لله. كنتوا على بيوت شعر صح. وعلى خيام علمونا عن هذاك الزمن الحمد لله ذاك الزمن الشديد هم وترى انا ما لحقنا الا تالي احنا ما لحقنا هو سابقنا الامر هذا يشدون على البعاري يجون بها يحطون المسام عليها ويشدون ضعنهم هم يدرج الضعن كله كلهم فوق هرتشاب جشهم وهم الين ينزلون حنا ما لحقنا عليه انه يظل لكن عرفنا مما تسمعون من القصص الاولية لا لحقنا شفنا ايه. لكن ما ذاك الحين ما نتحكم بشيء ايه. والعام ولا شفنا الضعن وشفنا يطرحون البيت هم يقومون على العمدان يجمعونها هم يحزمونها على جنب البعير والبيت فوق البعير هم يجونك شادين ما كان عندهم لا عندهم اسطوانة ولا عندهم حديد كل ابو جشهم زين ويشدونها على البعري لنزلوا بنن السنافيات البيوت وزينن المحل وشبوا الضوء وزان البيت واللي حوله الدير شبها سنامي شرواكم واللي حوله اقلطوا عليه الله وهذه حالتهم حالتهم زانه وشبابهم زين ومشيبهم زين وعلومهم طيبه الله اكبر احنا طال عمرك ظهرنا في خير ظهرنا في سيارات وظهرنا هم عقبه الغرف الحمد لله غدا تقصور تنقل تمشي من محل الى محل الحمد لله من فضل رب العالمين نعمة ومكيفات الحمد لله وارزاق نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره والله نعمت يا والكرام مشاهدي الكرام ما هو غريب على أبناء الجزيرة العربية أبناء المملكة العربية السعودية أبو شافي لهنت نبي قصة ضيف تالي الليل والله يطول العمر وعمر السامعين الطول عمرك الطول ضيف تالي الليل أنا جرى علي قصة وهي بسيطة لمن الله عان الرجال على الكلام الطيب فيه بسيطة ما هي بسايدة حنا مرة من المرات العرب ذاك الحين في خيام
بخيام شرع، وانا حاط لي خيمه كبيره وحاطن ذروها اليمن مجلس وذروها الثاني للعيال. ايوه بحياتكم بعيالكم كلكم نعم بالبر. نعم نعم ابوي موجود مضبوط. الله يغفر له. عندي لي الحواتن غانم بن تعلل وعندي وابطل، حتى من ضمنها ابوي ابطانا عليه وانا نسولف وقام ورقد. يعني سمروا عندكم ذاك الليل؟ سمروا عندي وابطل. تمام. ويوم منهم راحوا مني وزدني عاد بالم الضو ابمسي، لا الموتر جايني من شرق، الموتر اللي يمشي ما له الا عين واحده لقرقعه، ايت لين جا خلاف الخيمه. يوم جا وراها لا يوم وقف، والله يوم صك الباب اثنين عليه اثنين، اضبط صك الباب ذا وذا. الله الله، طلع عليه لهنا رجع. اني الله شبيت الضو، يوم شبيت الضو والله ان الرجال فيه شيفت التعب موضحتن فيه وبينه. الله الله. المهم اثر معه حرمه لوذت مناك على الارض. الله 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 الله. لوذت وقمت شبيت الضو عاني الله على اللي الله امرني عليه، وذبحت انا لي طرف وخلت العرب يسوونه وصار ضيفانا جيدين عاونونا. ايه المعزبه اللي اللي جت. الله الله. عشاناهم طال عمرك تالي هالليل وعينوا خير وشكرونا على ما فعلنا، والله اللي ومرنا. الله يبيض والله. الله اللي ومرنا والله يا مشاهدي. ما بك شيء يفعله الرجال الا بامر رب العالمين. وغير كذا يا ابو شافي ولا هم مقطوع كلامك، وهذا الكرم الحقيقي. الحمد لله. انه الانسان لجاه خاطر ضيف الحمد لله وقام وذبح له من مواشيه، وهذه عادات الاوليه. الحمد لله. لكن اللي نشوفه مع الاسف من الان من اسراف في الذبح. صح. وتعدى الحدود، تلقى سلمك الله الذبيحه يقلط عليها 5 اشخاص، او يذبح قعود يقلط عليها 10 اشخاص. صحيح. مع الاسف. صحيح. الله يبيض وجهه ووجهك ابو محمد ولا يهون السامعين. الارض المريه وشلون يعرفها راعي الحلال؟ فيه ارض مشاهدي الكرام تسمى مريه، تنفع نبتها للحلال وتفيد الحلال في الصالح، تشوف تبني عليها شحم. وفيه ارض سبحان الله العظيم نبتها اللي يجاه الحلال يعيفه، ولو كلام من نبته ما يفيده. علمنا وشلون تعرفون الأرض المرية غير المرية. الأرض المرية طال عمرك وعمر السامع. تسلم. عجز اللي بتمشي وعندك أرض زعنة ولزم تحشوها وتبيها تترع، كان اللي ثبتت فيها وارتعنت فيها وارتاحت الأرض المرية، وإن كانها قامت تومي على الحشو وتكون زي تقلب الدور يمين الدور يسار، هذه مهم مريتي ولا تنزل فيها. يعني هي اللي تعرف الارض الزانه من تعرف اللي تعرف الارض الزانه من الشانه مره، حتى لو انها عشب ولو انها، لكن بعض الارض تعيف الهبل ما تقبل ما تقبل ما تقبل. ولبطت فيها دريت انت عاد عرفت انت صح وتعرفها. ولبطت ولبطت عرفت انت من صبيح الهبل ومن لبنها ومن لبنها ومن امورها ومن تدبيرها ومن يعني الى جمت فيها قامه قامتين ثلاث عرفتها صح. واللبل هي الخبيرة في الأرض. الله أكبر سبحان الله العظيم. أبو شافي لهنت وياك، بما أنك ما شاء الله من ملاك الإبل المنتجين، وعندك هالمبروك اللي صورناك قبل شوي وليد الحاكم الله يطرح البركة، الله وعندك سراوات الحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمك الأجر. آمين. أبي أنشد سلمك الله، هل الناقة الموجهة والناقة اللي أقل يعني مستوى في الزين، هل لها دور في الإنتاج؟ نعم لها دور الناقة. أنا أقول إن دور الناقة في إحوارها 70% الناقة. أيه. لها دور، لكن بعض 70% أنا أقول إن دورها الناقة في إحوارها كبير سمعت، لكن بعض العرب مع الأسف يشتري له مطيت إردية ما تنفع، ويجي غردها ويتعب عليها ويشل ويجر صوب بعيري بها تنتج الردي، اسمه الردي ما ينتج. الله أكبر. ما ينتج. أنت إذا صار بتشتري 5 اشتري 2 موجهات ويعاون على إن شاء الله ينتجن من البيت، لكن أما الرجال اللي يجيك يطرد له محقا والله ما هي بتنتج، ما هي بتنتج إلا 1%. بعض البل بطنه زين، بعض البل يحذف حواره زين ولو إنه هدوني شوي ما يهمك شكله، لكن ما يهمك شكله، لكن وين هي نادرة. الله يكثر خيركم، الله يغنيكم ويبارك فيها يا ابو شافي. هذا اليوم المبارك. وملح المجلس مشاهد هالوجيه الخيره. عليك زود. والقصيد وقصص الاولين، وش تحفظ منها يا ابو؟ والله يا طويل العمر وعمر السامعين. عمرك يطول. احفظ وتراني اقطعها،
قصيدة الشايب إنها عمي. راح واحد من عياله وجاء واحد من عرباننا قال محمد بن ضافي الله يرحمهم كل أبوه. آمين آمين. ويام جاه وسعله من الشايب وهو رفيق له. أبوك بعد بدوي؟ قال بدوي. قال جيت بسلم لي عليه. ما كان الزمان في كل تهل السنة وتنقز ومراحة واحدة ومزبرت خياشة ما عاد البداوة مثل من أول. عني بعت البل وحطيت النخل وبنيت البيت. إيه ينصح أني يبيع البل. أني أصح أني يبيع البل. شايبنا ما هو حول الدعوة هذه قلبه متولع عمه. جاء ولده وعلمه بالعلوم. سلم. عقب غنى. غنى مشاهدي الكرام يعني قصد. أسلم. قصد. أسلم. الله الله. وقال ولده هذا علومه أبو ضافي. قال الشايب أبو ضافي إن جتني علومه مع الطرشاء. نعم. وأنا هذا ما بيوم رد الخبر منه. إنه. أنا هذا ما بيوم هو عارف فهمان. تجاهل علوم إنها قوتي ما يغرن. إنه. يقول البداوة عصرها فات من زمان. وهو ضايع غلطان واخطا الهدف ظنه. وهو ما درى ان البل بتبقى ورا العربان. تواريخها تقرا وعنده خبرهن. يوم اول شبابه يطرد الغي والغزلان. الله اكبر. ويشوي خويه من الجوازي الى جنه. فيه عندي قصيده وانا ما مسكت الا بعضها. عم الرجال هذا وجد الرجال هذا. لكن تراهم بعد شعار لكنهم بخلان يبخلون نعم ولا شعاء نعم. أسلم ما فيكم قصور. أسلم هو جعله في الجنة يحب القهوة. إيه شرب قهوة ويحب القهوة ويتقهوى له عند سناف ويوم تبين عليه لا والله أنه براحة شاد. الله عقب الغنى قال راسي يعورني يبي كيف توبهار ولا بحد إلا من تعامستنا بنصاع. يا برويشد حال من دونكم زبار. ولا جيت بجيكم يا بعدكم بعدار. وجودي على هالموتر من اهل الهدار. وجودي عليهم بالتوجاد يا وجداء وسمرت نركب عليها بدون اجار. وسمنا قذت من هالسم في طرف مضمع. يا وجودي من الخلط والليل والنهار. شاب راسي وانثنى القلب لابشر في عناء. فيها واللي مارز من صخيفات البكار. نطرد البراق لكل مصلاح الرعاء. احبها واحم نبتة نهودها صغار. بودلي قناش قرم من تحت كيب الهباء ودي يروح فيها جعله في الجنة. الله. بما أننا نشرب ما شاء الله تبارك الله حليب هالخلفات الله يخلف على أبو شافي والمستمعين بالبركة. الله يبارك لنا ولك. أبو شافي عنده معلومة عن الحليب وقصيدة. الحليب الحليب سبحان الله العظيم في دي دمة في عز الشتاء في عز الشتاء ما يبرد مع الوقت دافي لذة للشارب. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان. وفي الحرارة مع عزة الحرارة ما يحتر على حسب نعم على حسب شرابك اللي تبيه صايغ للشرب سبحان لا يقل للشرب من فضل الله سبحان. هذا طال عمرك قلب المباركة وفيه قحطاني غنى فيها وأنا ما قضبت إلا شطر بيت بس معجبني تمام إيه في اللبن يقول حليبها زاد ودام طروفه منظمه يسكي ويمنع من الجوع. الله شوفها الشايب. وختاما مشاهدي الكرام ارجو ان يكون هذا الفلوق نال على اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشكر ابو شافي وابو محمد وعيالهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافه.